علاء صادق وتخوفه من الحكم جهاد جريشة اللي هيدير مباراة النادي الأهلي والاتحاد في 7:30 مساء. جهاد جريشة حكم 3 مباريات للنادي الأهلي، النادي الأهلي خسر 5 نقاط، النادي الأهلي خسر ماتش وتعادل ماتش وكان هيخسر مباراة الجونة لولا أداء لاعبي النادي الأهلي الرجولي، وده بسبب جهاد جريشة. وقلق علاء صادق عبر عنه من خلال تدوينه ليه عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وقال: أين العدالة؟ اتحاد حقير ولجنة حكام أحقر. جهاد جريشة أدار مباراة واحدة للزمالك حتى الآن، خسرها أمام النجوم فلم يتكرر بعدها على الإطلاق للزمالك، بينما يدير الليلة للأهلي المباراة الرابعة في الدوري ضد الاتحاد. تعادل الأهلي مع الإسماعيلي ثم خسر من المقاولون وذبحه في الجونة رغم الفوز. عندما يخسر الأهلي 5 من 9 نقاط مع جريشة، إذن هذا هو الحكم الذي يجب تكراره. بهذه الطريقة ممكن الأهلي يخسر الدوري، ومسؤول الأهلي طيبون ومؤدبون ولا يعترضون. ده كان تعليق علاء صادق على جهاد جريشة، واحنا هنتابع مباراة الأهلي والاتحاد الليلة إن شاء الله في الساعة 7:30، وهنشوف أداء حكم جهاد جريشه. واتكلم عن اهانات مرتضى منصور بقى لسيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي، وطالب النادي الاهلي باتخاذ موقف ضد تطاول مرتضى منصور، وقال: تطاول رئيس الزمالك على مدير الكره بالاهلي علنا يستحق ردا حازما من اداره الاهلي للحفاظ على الكيان. هو مش معقول صحيح، يعني هيعملوا ايه يا راجل؟ يعني هيشتكوه في اتحاد الكوره؟ ما هو اتحاد الكوره وقفوه 3 شهور وبعد كده رجعوا تاني لغوا الايقاف، قال لك عشان هو عضو في مجلس النواب. طب اعملوا معاه ايه يعني؟ ماشي فاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.